محمد حسام الكتريستي وزاوت الكتريستي نمبر 2 يا كريم ذا في دولة از ذا سنتر اوف ان اتوم اول واحده نيكولاس اول واحده مهاب uh, مهند اديني بروتونز والكترونز هاف الكتريكال charge الاولى طبعا نمبر 4 يا امل وي هاف تو فايند امل موجوده شلت. منا برضو مش موجوده ليه النهارده تعبانه يا سير يا الله الف سلام ماشي يا امل وي هاف تو فايند هنا طبعا تو بروتكت اس فروم هيفي رين ودي جمله امتحان شيلتر شيلتر ماوى نمبر 5 يلا يا عبد الرحمن عبد الرحمن مش موجود ملك thunder and اي ما حضرتك ثاندر اند لايتنينج نمبر 6 يلا يا مصطفى الكترونز نقط Around Around شريف آه آه آه. لا طبعا شريف نمبر <تكلم> 6 <تكلم> Orbit. Orbit around. بتدور حول. Orbit. Anaculus هنا يا كابتن مهند. نقط بروتينز and neutrons. Contains. Contains كذا وكذا. Number eight. يلا يا وعد. Thomas Alva Edison. Most famous A.

كريم يا سير نمبر 11 هسيب اول واحده يا سير رولر كوستر طبعا قطار الملاهي نمبر 12 يا وعد فارمرز كيب زير فارم انيمالز ان ا ها شد شد نمبر 13 يلا يا مهند ان كيس اوف ايه من دولت Call 122 Emer <applause> Emergency يلا يشريف شريف I was kept A from the other patients <applause> Isolated Isolated عزلوني عن المرضى الباقيين Isolated منعزل Number 15 يلا يا مارتي She tried to not her innocence Innocence برائتها بتحاول تعمل ايه برائتها للمحكمة أول <applause> واحدة اول واحده بروف بتثبت براءتها نمبر 16 محمد حسام ويوجا هانج ويت كلوز الملابس المبلوله بنعلها على الوشنج ايه محمد حسام ملك لاين ووشنج لاين نمبر 17 يلا يا امل the radio ايه من دولة people about the وورنت طبعا ورنت حذر الناس هاجي بعد كده عايز بس اكون الجملة الاولى وما يلزمنيش الباقي هنا عايزني اعمل سؤال اكون سؤال واجاوبه بنفسي مفيش اي مشكلة باي اجابة اوكي المهم تكون السؤال عايز حد رتب لي الجملة دي كسؤال باستخدام طبعا السوبراتيف ال باستخدام الاي اس تي نمبر 1 يا مهند which which is the highest building in your town which is the, the highest ]ine... building in your town ممكن ممكن اقدر اقول له اي اجابه اوكي okay. ممكن اقول له the school is the highest building مثلا اي مكان اي مكان مش شرط حقيقي يعني مش شرط حقيقي المهم انه عايز يوصلني ترتيب جمله السؤال باستخدام الاي اس تي

My hat is red. No is black. Your. Yours. Yours. معناها your hat. My hat is كذا. إنما yours is كذا. في هنا قبل هنا كلمة hat. لا يبقى yours بس. Yours بس. اللي ما بيجيش معاها كلمة بعدها. Number four. أمل. Whose is this jacket? اللي هو jacket is this.

ها؟ ذا دوج الدوج خلاص اهو الكلب اهو اللي بيتكلم عن ملكيته جالي في الاول وما فيش بعده كلام تاني يبقى بستخدم الاس بستخدم الاس امتى كنت اقول زير لو زير دوج لو زير وبعدها كلمه دوج لكن هنا جاب لي دوج في الاول يبقى اسمها زيرز او ماين او هز او هيرز أروح بعد كده لجزئية المحادثة دي حليناها ولا لأ؟ أيوه حليناها أنا رجعتها معاكم؟ لا يا سيدي لا يا يلا حل معايا حل معايا نمبر 1 الجزئية الأولى بقول ويلكم تو إيجيبت قال لي هنا I come from England هسأل بيه مهند؟ Uh, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? بعد كده يا مالك بقول is this your first visit? قال لي no. No, it isn't. ممكن أقول له no, it isn't. أو no, I visited Egypt before. أو it's my second visit طبعا to Egypt. It's my second visit. دي الثانية. بعد كده بسأل سؤال ثاني يا أمل قال لي because the weather is fine and the Egyptian people are friendly. Why do you like to come to Egypt? تمام. Why do you visit Egypt? ماشي. Why do you like Egypt? ماشي. Why do you like to come to Egypt? ماشي. بعد كده يا شريف بسال سؤال قال لي two weeks اسبوعين I intend to visit Luxor and Aswan. How long? How long will you stay here? How long will you stay here? هتقعد هنا قد ايه؟ قال لي weeks ويكس. How long will you stay أو are you staying؟ will you stay أو are you staying؟ بعدها بقول have a nice time هقول له thanks أو ثانك يو، thanks أو ثانك يو تمام تمام الجزئية اللي بعد كده محادثة على اليونت ده ويلكم تو اور تور توداي مرحبا بكم في جولتنا النهاردة اللي هي جولة سياحية I hope you like it أتمنى إنها تعجبكم ده جميلة التورست هنا رد وقال ثانك يو بط وسال سؤال فهي بتقول له ذا سيتاديل القلعه كتبت ايه يا امل؟ وير ويل وي جو توداي؟ وير ار وي جوينج تو فيزيت او وير ار وي جوينج تو؟ احنا هنروح فين؟ تقول ايه يا مالك؟ هو التست كان معانا في الهوم ايوه <applause> لا حضرتك قلت لغايه ثلاثين يا يعني متعبة حل حل بس يلا المحادثة معايا يبقى أقول ثانك يو بات وير ار وي جوينج تو وات ار وي جوينج تو فيزيت ويتش بليسز ار وي جوينج تو فيزيت هنزور ايه النهاردة فبتقول له هنا ذا سيتدل القلعة سألنا سؤال قال لي ات واز بيلت فور ذا ديفينس اوف كايرو بنيت للدفاع عن القاهرة يلا يا كابتن مهند ايوه was سيدي واي why واي uh, uh, it, it, it built بيلت واي واز ات بيلت واي واز ات بيلت لماذا بنيت ليه بنت القلعه دي قال للدفاع عن القاهره سالنا سؤال ثالث يا كريم بيقول لي ذا جريت ليدر صلاح الدين بيلت ات هو هو از بيلت ات لا لا هاخد هو كل ده اكتب مكانه هو بس يبقى هو بيلت ات هو, هو بيلت ات, ات. مين اللي بناها هو بيلت ات لما يديني اسم او وصف للاسم ده وبعدين بيقول لي هو اللي بنى خلاص يبقى هو بيلت ات. ات. ات بعد كده مديني سؤال تاني يا لينا بيقول لي ويل ووتش ان امبورتانت بارت اوف Egypt's هيستوري هتشوف جزء مهم من تاريخ مصر is this your first visit to Egypt بعد كده هقول ايه هنا هوت What أما. will you watch? ماش. What will I watch? What will we watch? Or what will I watch? Okay. What will we watch here? I will you will watch an important part of Egypt's history. <تصفيق> 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 سؤال, is this your first visit to Egypt? طبعا, yes, it is. Yes, it <تصفيق> is. <تصفيق> المحادثة كلها تاني. ابى هقول هنا هوت. What, what are we going to visit? Or which places are we going to visit? بعدها who هنا هنا سوري. Why was it built? Why was it built? التالتة who built it? Who built it؟ من اللي بناها؟ بعد كده what will we watch? What will we watch? بعد كده يس ات بالنسبه للاختيارات على اليونت الثاني النقطه الاولى يا كريم ذا بيراميدز ار ذا موست فيموس ايه ان حفظ الكلمات <متحدث> مونيمنتس طبعا اثار مونيمنتس اثار نمبر 2 ملك ماني از ايزر بانك نوتس اور كوينز كوينز يا اما ورقي يا إما معدني. نمبر 3 يا مهند ايفرست از ذا هايست ماونتين ماونتين ان ذا وورلد نمبر 4 يا لينا كايرو از ذا كابيتال اسمها كابيتال ايه؟ كابيتال ايه؟ سيتي كابيتال سيتي المدينة العاصمة نمبر 5 يا شريف بقول نقط تنس راكت از ذيس قال لي اي ثينك اتس سالواز سلوز <سؤال> م... في اس الملكيه سؤالها ايه؟ Wait. لا ها؟ هوز هوز ده هي يلا يا مارتي وات از ذا ديفيكالت سابجكت ات سكول ذا موست ذا موست يلا الجمله اللي بعدها يا وعد ذيس از عماد بوك يبقى اتس ها هز هز ولو خلينا الدي دهيت هي ان لو خلينا الدي دهيت هي ان او انا ها. تبقى هز لكن ده عماد يبقى هز الجمله اللي بعدها محمد حسام they are their albums they are حسام مصطفى كمال كمال مهند زيرز زي ار زيرز زي ار زيرز ملكهم يلا يا امل الكترونز نقط الراوند اوربت اوربت الراوند كلمه سبن معناها برضو يلف ويدور بس حول نفسه انما اوربت بيدور حوالين حاجه يبقى اوربت نمبر 10 واتس نقط نيم هقول ايه هنا يا لينا Marty. Her name. What's her hey. name? What's her name? الجملة الأولى في الرايت بقول no other sport more popular than football. ما فيش ولا رياضة تانية أكثر شهرة من الفوتبول. يبقى أقول له فوتبول is a مالك مالك معلش اتكلمت من هناك مقفول. ما عليك. حضرتك زماني؟ اتفضلي. football is the most popular sport. بس كده يبقى football is the most popular sport. نمبر two مهند. no river in the world longer than the Nile. Nile is the longest river in the world. يبقى the Nile is the longest river in the world. نمبر three يلا يا شريف. I have never known a girl as friendly as Layla. عمري ما عرفت بنت ودودة وطيبة زي Layla. قولي Layla is. Layla is the friendliest girl I have known. Layla is the most friendly girl I have ever known. I have ever known. أو لي بس Layla is the most friendly girl. Layla is the most friendly girl I have ever known. Number four. Yalla Kamal. These aren't our things. Start them ours. Kamal. They are not ours. They are not ours. say these aren't our things, ours. All these things are not ours. Aren't ours. نمبر 5 يا وعد ابلين is faster than train قولي لي لس طبعا هو الطلب غلط اساسا قولي لي عكس the الصفة train وخلاص يلا ابداي لي بذا ترين. ليس is faster than Apple is less fast than a plane. اللي هي انا عايزها بالطريقة الصح يبقى the train is slower than بلين ماشي هات لي يونت 9. بس هو طلب لس. لو لس هي الطلب غلط أساسا يا مالك لأن أنا عندي الصفات القصيرة ديت ما بستخدمش معاها لس ولكن مجازا لو هستخدمها يبقى هقول ذا ترين إز لس فاست ذان إز لس فاست ذان أبلي. ماشي ده لو هو اتهبل وجاب لي لس لكن الطلب نفسه غلط يا حبيبتي الطلب نفسه غلط تمام يبقى المفروض إنه يقول لي ابدأ بترين أو اديني كلمة سلوور. عشان اقول له the train is slower than a plane اروح ليونت 9 عنواننا فيه she was sitting next to you she was sitting next to you من العنوان هاخد جزئتين الجرامر اللي عندي في اليونت ده جزئتين جرامر في اليونت ده اه الجزئيه الاولى she was sitting اللي هي was aware زائد زائد الاي ان جي مراجعه الماضي المستمر اللي بيتكون عندي من was aware زائد زائد الاي ان جي مع شي بقول له شي واز امال لو قلت لك هنا استخدم زي يا مهند زي وير سيتنج زي وير لو استخدمت اه يا امل I was sitting. I was sitting. لو استخدمت you يا مارتي you you were you were sitting. لو نفس الجملة اللي قدامي يا كريم وبيقول لي استخدم نقطة she wasn't sitting. She wasn't sitting. sitting. <تصفيق> تمام. <تصفيق> لو قلت لك ابدأ لي was يبقى was she sitting was she sitting عشان يبقى سؤال يبقى إذا مراجعة النهاردة على جزئية جرامر قديمة اللي هي جزئية الماضي المستمر وهنعرف حالات استخدام الماضي المستمر دي في الشرح دلوقتي الجزئية الثانية هي جزئية حروف الجر حروف الجر اولها واهمها بالنسبه لك نيكست اللي بيجيلي بعدها تو نكست تو بيج اول جزئيه كلمات عندي مديني كانت هيلب كانت هيلب وقلنا ديت من الافعال اللي بيجيلي بعدها, بيجي بعدها اي ان جي كانت هيلب بيجي بعدها اي ان جي جو خليك ماشي باستقامه او طوالي هولد ليد ليد اللي هي هنا بمعنى الحبل او الحاجه اللي انا بحطها حوالين رقبه الكلب مثلا اديني لوك فور يبحث عن رابش قمامه او زباله سوفينير هديه تذكاريه ودي مهمه جدا هديه تذكاريه بيشتريها السائح من المكان اللي بيزوره عشان تفكروا بالزياره بتاعته سويت كيس اللي هي حقيبه سفر او شنطه سفر ترن سامسينج راوند ترن سامسينج راوند معناها يستدير تو موف سامسينج ذات فيسز ذا أوبز دايركشن يدور الحاجه فان اللي هي عربه مغلقه فهاجي هنا هوت مديني كامبر فان تاني اللي هي عربيه بنستخدمها كشقه او بيت كوكر اللي هو الموقد او البوتاجاز سينك اللي هو الحوض حوض الغسيل سينك فريدج قلنا ثلاجه ميرور مرايه تويلت اللي هو الحمام مديني صوفا بيد صوفا بيد اللي هي الكنبه اللي بنستخدمها كسرير سيت بمعنى مقعد ثابت ووردروب دولاب للملابس When I travel somewhere, I usually put my clothes in a. لما بسافر بحط ملابسي فيني حلوين؟ in suitcase. In suitcase في شنطة سفر. Before going back home قبل العودة للبيت. Tourists is often السياح غالبا go to buy بروح يشتروا. Souvenirs. Souvenirs أتخان الخليل. You can't leave to another country ما تقدرش تسافر دولة تانية يا مهند زي الإمارات without your passport, passport. جواز سفر we should put rubbish علينا أن نضع القمامة in a rubbish اسمها oh. rubbish إيه؟ rubbish bin ben. سلة مهملات أو سلة قمامة there is a fridge in the camber اسمها camber إيه يا مارتي؟ van camber van Number six, لينا while shopping اثناء التسوق while شوبينج يعني اثناء التسوق منى واز نوت هير ماذرز هاند شريف holding was holding was holding ماسكه في ايد مامتها وهي بتتسوق ماسكه في ايد مامتها متشعبطه في مامتها يعني يلا يا ملك A dog aiming do to is used for keeping the dog under control. ماسكين بالكلب الكلب. Uh, lead? lead. Number eight كريم. ماهر is so funny. الواد ماهر دا ولد مضحك وممتع. I can't laughing. Can't help. I can't help laughing. Number nine. As soon as we arrived at the airport, yeah, Mohamed, we went to the hotel. Um, Street. We went straight. straight. Amen. Hey. What are you looking for? my Four. pen. I can't find it. Four. Four. I look for. You have Hassan. You're yeah. What? This road is blocked. الطريق ده مقفول. We will have to not and go back. Turn around. Turn around. هنلف ونرجع تاني. لف وارجع تاني. The tiger was hiding not a big rock waiting for the prey. شريف. Behind. خلف أو وراء. Number 13. وعد. the bank is not at the cinema let's cross the street to the other side يلا نعدي الشارع نروح الناحيه الثانيه انظر يا شيخه يا شيخه بقول لك هنعدي الشارع الثاني الناحيه الثانيه اقول 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 قول يا محمد اوبزيت أوبزيت يا محمد وما عدتش تهرب تاني أوبزيت يبقى أقول هنا هو. تسعة 10 11 تاني انفرانت 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 عايزة اوف انفرانت عايزة اوف ونكست عايزة تو وبما إني بقول هنروح الناحية التانية من الشارع يبقى ده أوبزيت في المواجهة أو في المقابل مديني بعد كده حروف الجر behind between in near in front of next to on opposite and Under. الهدف مش الصور الهدف مش الصور الهدف ان اكون عارف مجموعة حروف الجر اللي قدامي واستخداماتهم اهمهم بالنسبة لي between اللي بستخدمها عشان يجي لي بعدها مكانين كذا عند كذا زي ما كنا بنقول قبل كده between the park and the school لما يجي لي كذا عند كذا يبقى أستخدم between. قلنا in front of على بعضها لو بيديها لي في اختياري فهيديني in front نقط اقول له اسمها in front of او next نقط عشان اقول له next to ده بالنسبه لاستخدامي لحروف الجر. مجموعه الكلمات اللي بعد كده a little dog was looking for food طبعا عندي جزئيه was واي ان was aware واي ان جي اللي هو الماضي المستمر. زائد استخدام الفعل نفسه عندي اللي هو look for يبحث عن مديني بنش ايس كريم فان اديني باند ستاند بوتنج اريا فلاور بيد ستيبز بن ليك all alone all alone معناها without ان other person all alone معناها alone alone بمفردي without ان other person missing معناها lost الحاجة دي لما تبقى ميسنج معناها لوست مش موجودة بوستر اللي هو ملصق يعني ريسكيور ريسكيور بمعنى منقذ a person who saves somebody or something منقذ لما اقول هنا there is a not in the park where you can see and ride right boats بتشوف وبتركب المراكب فين في ده اسمها ايه مهند من الكلمات اللي عندي بوتينج اريا بوتينج اريا نمبر 2 امل وزود ذا نقط افورتس بدون مجهود الناس دول ذا بوي وود هاف درون كان زمان الواد غرق ريسكيورز ريسكيورز نمبر 3 يا ملك ايفري وان ليفت اكسبت فور نوها الكل مشي ما عدا نوها هو واز اول ألو كانت لوحدها اسمها اولا لون بمفردها قلنا ا بوتنج اريا منطقه فيها قوارب نمبر 4 وي سو ا نوت بوستر وذ تشايلدز بيكتشر اون ات اسمها اي بوستر من دولة يا مهند ا ميسنج آه ميسنج. <applause> بعد كده مديني جزئية المضارع المستمر. قلنا تكوينه was aware plus the ing. nephew wasn't aware اي plus ing. سؤاله بقدم was aware على الفاعل ثم ال جي بيعبر عن حدث كان مستمر في الماضي. كلماته الدالة while وas و just as وين بالاضافه لي ات ساعة مع يستر دي ات وساعه مع يستر دي الكلمات اللي انا بركز عليها دلوقتي هي اللي هتلاقيها قدامك في الامتحانات ات مع ساعه يستر دي يبقى لو قلت ات سفن يستر دي ده ماضي مستمر على طول مش ماضي وجود كلمه اول ده ماضي مستمر وجود يستر دي ومعاها نقطه زمنيه زي yesterday morning أو yesterday evening أو yesterday afternoon يبقى ده على طول ماضي مستمر. قلنا قبل كده بستخدم while بعدها جملة الماضي المستمر ثم جملة ماضي بسيط زي while we were playing بينما كنا بنلعب تريند الدنيا شتت. طيب بالنسبة ل as و just as التلاتة واحد التلاتة واحد. بالنسبة لوين قلنا عكس وايل يعني ايه يعني هقول هنا وات وين اي saw علي هو واز درايفنج هوم لما شفت علي كان هو سايق ومروح البيت يعني وين جالي وصو اللي هو ماضي بسيط وهناك كان عندي واز aware واي ان جي يبقى اذا وين في استخدامها هنا عكس وايل مديني ملحوظه او حته زياده كده عندنا اللي هي استخدام كلمه during ديورينج بترجمها بمعنى اثناء او خلال اثناء او خلال يجي لي بعدها الاي ان على طول او الاسم فاقدر اقول ديورنج ذا فيلم اثناء الفيلم ديورنج ذا ماتش اثناء الماتش والجمله التانية بتبقى ماضي بسيط والجمله التانية بعد ديورنج بتبقى ماضي بسيط يبقى اقدر اقول هنا هوت ديورنج ذا ماتش ذا لايت اوت اثناء الماتش الكهرباء فصلت تمام تعال نحل الجمله الاولى لو قلت هنا يسترداي ايفنينج خلاص يسترداي بس كنت هقول له ماضي بسيط طب ده يسترداي ايفنينج يبقى اسمه ماضي مستمر يسترداي ايفنينج ماضي مستمر عشان ممكن يجيبها لي في الريرايت ويقول لي اي بلايد يسترداي استخدم يسترداي ايفنينج يبقى لازم احول بلايد لواز بلاينج جملة الأولى يا أمل yesterday evening he was watching was watching he was watching number two يا yeah, شريف yesterday afternoon they they play. were we'll playing were playing number three يا yeah, ملك she not at lunch at seven yesterday was cooking was cooking محمد حسام احنا <applause> امتى نعرف yesterday ديت بتاعت بس simple ولا بس simple لا حول ولا قوة إلا بالله <applause> يا ملك يستردي بس ده ماضي بسيط وماضي مستمر حلو أه. يستردي ومعها نقطة زمنية ده ماضي مستمر بس حلو أه. أقول تاني لا شكرا. يستردي بس ممكن يجيلي بعدها كل الماضي اللي في الدنيا بسيط ومستمر انما لو معانا إيفينينج لو معانا اتو ساعه زي ما انت حليتها دلوقتي ده لازم يبقى واز وير اي ان جي موجود عندي كلمه اول او ذهول اول او ذهول مع يستر دي برضه يبقى ماضي مستمر يبقى تاني عشان يستر دي ايفنينج قلت له واز واي ان جي عشان يستر دي افتر نون قلت له برضه واز واي ان جي عشان أتوي ساعه مع يستر دي قلت له واز واي ان جي اللي جايه يلا

وقبلها اول اهي 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 قول اهي يا ملك يبقى اوز اي ان جي يستر دي افتر يا ملك واز اي ان جي اول دي يا ملك واز ويرو اي ان جي يستر دي ايفنينج واز اي ان جي ماشي يستر دي ايفنينج واز اي ان جي ذا هول دي يستر دي ذا هول دي يستر دي اي ان جي تمام يا شباب تمام. تمام. تمام تمام. أكمل الاكسرسايز ده معايا على الجزئية دي. ماشي. تمام. ماشي. بقينا الجزء ده بس في اليونت الثالث. بقينا نص الوحدة في اليونت الثالث. ويبقى كده إن شاء الله إن شاء الله خلصنا المنهج بتاعنا. ماشي حلوين. ماشي ماشي ماشي, <تصفيق> ماشي. <تصفيق> نزبط الدنيا نراجع الوحدات 7 و 8 و 9 مره ثانيه كلمات من عربي انجليزي اللي موجوده ورا او اللي قدام ما فيش مشكله نراجع التو شابترز اللي اخذناهم عشان هنكمل كمان واحد او اثنين كمان معانا ونراجع برضه القصيده اللي احنا اخذناها يلا باي باي ايه القصيده واحده ولا قصتين واحده بس يا مهند ماشي في واحده ثانيه في الكتاب مالكش دعوه بقى <applause> يلا باي <applause>